قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني إن زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي يحاول قلب الحقائق والتنصل من مسؤولياته الكاملة وميليشياته الإجرامية عن الأزمة الاقتصادية في اليمن التي بدأت منذ اليوم الأول للإنقلاب. وأضاف معمر الإيرياني في تصريح صحفي أن ميليشيا الإرهاب الحوثية نهبت بعد انقلابها العام 2014 الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني وقدره 5,600,000,000,000 دولار إضافة إلى 1,700,000,000,000 ريال يمني من الخزينة العامة للدولة، كما جمدت نحو 4,500,000,000 دولار من أموال المودعين في البنوك التجارية. وأشار الإيرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية أوقفت منذ العام 2015 صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأفشلت تنفيذ اتفاق السويد في ديسمبر عام 2018 لإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام وفق الآلية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق، وذلك بالتزام الحكومة بصرف رواتب كافة موظفي الدولة بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، مؤكدا أن الحكومة بدأت من طرف واحد في العام 2019 بصرف مرتبات ما يزيد عن 120,000 موظف ومتقاعد مدني بمناطق سيطرة الميليشيا، إلا أن الميليشيا جهضت هذه المبادرة الحكومية بعد أن فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة. وأضاف الإيرياني إلى أن ميليشيا الحوثي استمرت في نهب إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، كما شرعت منذ الهدنة الأممية في شن حرب اقتصادية على الحكومة لتعميق الأزمة الاقتصادية والحيلولة دون قدرتها على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات وصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، إضافة إلى شن ميليشيا الحوثي هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل وتكبيد الخزينة العامة خسائر تقدر ب 3,600,000,000 دولار. وأضاف الإيرياني إلى أن ميليشيا الحوثي منعت في العام 2022 بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن وتنمية إيراداتها.